جبال السبعة عنوان مبادرة بتهدف لبعث روح التحدي والإرادة في نفوس كل من يواجه مرض السرطان. اليوم للحديث أكثر عن مبادرة الجبال السبعة اللي شفنا في الجزء الأول من الحلقة الفيلم الوثائقي عنها، بسعدنا نستقبل في استديوهات عمان تي في مؤسس المبادرة ومدير مدرسة الشويفات الدولية في الأردن السيد لؤي الشوملي. أهلا وسهلا فيك سيد لؤي بلكي وبعمان تي في. شكرا لك. وكمان بسعدنا نستقبل أحد الطلاب المشاركين في المبادرة شريف حلاوي. أهلا وسهلا فيك. كيف حالك؟ تمام. بالبداية سيد لؤي، لو تعرفنا بمبادرة الجبال السبعة. كمان مرة شكرا لكم على هاي الاستضافة اللي كتير حلوة. Thank you again. مبادرة الجبال السبعة هي مبادرة تهدف إلى دعم الأطفال أقل حظا في مركز الحسين للسرطان. بس الفكرة الغريبة اللي فيها هاي المبادرة إنه نحن دائما كل المبادرات بتعتمد على الرجال والنساء الكبار في العمر، يعني فوق ال 25-26 هو من يطلقوا هاي المبادرات. صح. مبادرة الجبال السبعة هي مبادرة يتم تشكيل الفريق منها من طلاب مدارس، طلاب المدرسة من أعمار 15 إلى 18 سنة. بهدف أنه نحن دائما بنحكي عن هدول الشباب، هم قادة المستقبل، هم اللي رح في المستقبل رح نعتمد عليهم. فنحن دائما بنحكي أنتوا الأبطال وأنتوا بنعتمد عليكم، والأخير بنسوي عنهم كل شيء. فكانت الفكرة في هاي المبادرة أنه لا، بدنا نشوف شو هم بيقدروا يسووا، كيف بيقدروا يساعدوا. بحب أذكر أنا ب 2014 تسلقنا جبل كليمانجارو، تسلقته أنا نيابة عن طلاب مجموعة مدارس شويفات في العالم السابس، ولمينا تبرعات وطلعنا تسلقنا هذا الجبل. فلما رجعت قلت لا، أنا ما بدي أعيد نفس الشيء إني أنا أطلع أتسلق عنهم وأنا اللي بدي ألم التبرعات. خلص فهم it's their time. yes. فهلأ هاي هي كانت الفكرة. فشكلنا الفريق من 20 طالب وطالبة، حطينا لكل واحد تارجت $5,000 لدعم مركز الحسين للسرطان. في البداية طبعا زي كل ناس إنه شو بده يسوي الأولاد، شو بدهم يعملوا الأولاد. بلشنا فيها وأخذنا البليسنج زي ما نقول من مركز الحسين، وكانت نتائجنا مذهلة في السنة الأولى للطلاب في تسلق الجبل. طب احكينا أكثر عن أهداف المبادرة، إيش الهدف الرئيسي للمبادرة والأهداف اللي بتتفرع منها؟ الهدف الرئيسي إنه نحن فعلاً قدم العون والمساعدة لأطفال أقل حظاً في مركز الحسين للسرطان. أنت عارفة تكاليف العلاج مش شيء سهل، وهذا المرض أي واحد معرض له. فنحن إذا تكاتفنا مع بعض بنقدر نساعد، إيد واحدة لحالها ما بتصفق. فهذا الهدف الرئيسي. الهدف الفرعي الثاني واللي هو الأهم، نعود شبابنا على المساعدة. نحن زي ما حكينا بالضبط، فهدول هم اللي رح يصير عندهم عائلات بكرة، هم رح يصيروا أبهات وأمهات. فإذا انتشرت هذه روح المساعدة هو إشي كتير مهم. صح. شريف، كيف كانت تجربتك؟ بالنسبة للتجربة، أنا أول ما عرفت إنه في سيفن ماونتينز عم بيصير حبيت طبعاً أكون جزء منها وأشارك فيها. أهم الأسباب طبعاً لأنه يعني هي لسبب مثلاً نساعد بالسرطان، نساعد تكاليف العلاج، فهدف سامي وهدف مهم طبعاً. حبيت طبعاً أكون جزء فيها، وإذا منها أول سنة حبيت أكون جزء منها. بالنسبة لي كان في للتدريبات، كان التجهيزات لإلها كذا ناحية. الناحية البدنية كنا طبعاً كل أسبوع تقريباً تدريبات بعمان، بالأردن، بجرش، بالصد، نروح نتدرب هذا التدريب للبدني. شو التحديات اللي واجهتوها؟ هلأ بالبداية كانت التحديات كأنه كيف بدنا نجمع إحنا 5,000، يعني كل واحد منا، أنا كان عمري 17 سنة والأعمار مشاركة من 16 ل 18، فكيف إحنا كطلاب بدنا نجمع $5,000، مبلغ كبير طبعاً. فلما نقول كلنا بدنا نجمع 100,000، كان هذا بالنسبة لنا اللي بالأول إشي صعب، كيف نعمله؟ بس قسمتوه بالضبط، قسمنا تيم ورك. طبعاً في أشياء بالمدرسة عملنا زي ماراثون صغير، رن سيف لايفز، بيك سيد، كل هاي الأشياء. طبعاً سبونسرز برضو ساعدونا، شركات، أهالي، كلها تساعدنا إنه نجمع. وبالآخر كان إحنا إنه 100,000 صعب نجمعهم، بالآخر جمعنا أكثر من 211,000 دولار تقريباً. بالآخر بس تشوفي إنه لا صعب، ما تحطي إشي صعب، تحطي أهداف، تحطي طريقة كيف بدك توصلي للهدف اللي بدك إياه وبتوصلي له.
حلو يعني هذا الإشي ساعدكم كمان حتى تفكروا وتخططوا كيف ممكن تجمع هاي التبرعات طبعاً. حلو كتير. طب نرجع لك سيد لؤي، يعني انطلقت هاي المبادرة العام الحالي 2019، احكينا إيش القمة المراد تسلقها لهاي السنة وإيش المبلغ المستهدف اللي المراد تجمعه كمان لهاي السنة؟ احنا هاي السنة التالية على التوالي احنا يعني جدير بالذكر كويس نحكيها انه 7 mountains it means انه نحن رح نطلع 7 جبال فرح تضلها 7 سنين مستمرة. نحن دائما بنعلم الشباب عندنا في المدرسة ونحكي لهم انه مساعدة الناس مش ايفنت انت تروح وتخلص وسلام عليكم وتودع صح. الناس وشكرا نشوفكم السنة اللي بعديها، لا احنا زي ما قلت لك نعودهم دائما المساعدة والاستمرارية في المساعدة. كمان شغله كثير مهمه نحكيها انه المساعده مش ضروري تكون ماديه، يعني الناس بتقول لك انا بدي اساعد بس وضعي المالي، مش مهم الوضع المالي. يعني انا اللي حكاه شريف قبل شوي جمعنا 216,000 دولار. 216,000 دولار انا ما حطيت منهم ولا تعريفه، يعني انا العامل المبادره ما حطيت ولا تعريفه فيهم، بس انا ساعدت الاولاد كيف يشوفوا طرقهم يسووا فيهم. وفي كثير ناس زيي ممكن يساعدوا، اللي ما عنده القدره الماليه بيقدر يساعد بشيء ثاني، وهذه هي الفكره منها. القمه الاولى اللي تسلقتوها السنه الماضيه، القمه إيش الاولى كانت جبل طبقال اللي هو اعلى جبل في الوطن العربي، حوالي 4150 متر. وهي السنه راح نروح على تنزانيا، جبل اسمه ميرو بأفريكا 4500 متر. هو بجانب جبل كليمانجارو المعروف اللي هو رابع أعلى جبل في العالم. هم هذا بسموه ميني كيلي، يعني اللي هو أصغر من كليمانجارو، وعم نحضر له هلأ شوي راح يكون أصعب من السنة الماضية. من ضمن الحكي اللي بنحكي لهم إياه للشباب إنه عم بيطلعوا بتسلقوا عم بتعبوا، ولكن هذا التعب يعني إحنا بنحكي ليش بنطلع بنتسلق، إحنا بنطلع بنتسلق هي زي سيميوليتر لما يواجه مريض السرطان. احنا مريض السرطان عم بتعب كل يوم، كل يوم بتسلق جبل، كل يوم عنده ايفرست مش جبل من الجبال. فشبابنا عم بيطلعوا بهذا الجبل وزي ما شفتوا بالموفي احنا عم نحكي انه طريق صعودهم راح يواجهوا مشاكل، راح يواجهوا صعاب، راح يتعبوا، مش راح يقدروا ياكلوا، مش راح يقدروا يعطشوا، هل بدهم يوقفوا ولا يستسلموا طبعاً. فهذه هي الظروف اللي بنحب ان الاولاد يواجهوها بحياتهم، ما تكون الحياة الوردية الطبيعية في الصبح يفرش اسنانه ويطلع يداوم ويرجع، هاي هي لا، الحياة فيها مصاعب وفي اشياء نحن بنحاول بهالخمس ست كيف يواجهوا هاي المصاعب وكيف ما يستسلموا. اهم هذا اهم شيء. احكي لنا ايش المبلغ المستهدف سيد لؤي من هاي السنه؟ هاي 100,000 دولار. نحن حد هاي اللحظه اللي احنا مجتمعين فيها مجمعين بحدود ال 42,000 دولار. ممتاز. وفي هلا دونيشنز عم تيجي جديده والشباب عم بيشتغلوا افكار ثانيه، ان شاء الله من هون لنطلع بنكون قدرنا نسكر التارجت ان شاء الله. طب سيد لؤي لو تعرفنا باعضاء الفريق. اعضاء الفريق هلا بدنا نتذكرهم، عندنا 20 شخص هاي السنه. يعني بدك نذكر اسماءهم ولا احكي اعمارهم مثلا؟ طيب الاعمار الاعمار يعني بنحكي نحن عندنا من جريد 9 الصف التاسع للصف الثاني عشر. حلو. مشكلين بحدود ال 10 صبايا او 11 صبيه وتسع شباب. بهدف حلو يعني تقريبا 50-50. والسنه يعني اللي فاجأني اكثر في المدرسه عندنا انه حتى جريد 8 وجريد 7 طلاب الصف الثامن والسابع والسادس صار بده يشارك، بس ما يعني ما قدرش ناخذهم من هلا، فعم نستنى. وعم بيجينا تلفونات حتى من برا الاردن، يعني في ناس حابين يشاركوا كمان، فشكله رح تصير الامور تتوسع اكثر واكثر. نحن مستعدين، دائما بقولوا انت مستعدين؟ طبعا احنا مستعدين ما دام فيها دعم لشيء نبيل زي مؤسسه ومركز الحسين للسرطان. نحن زي ما بيحكوا بكامل قوتنا ما ماشيين فيها. مزبوط. يعني انا بدي ارجع لك شريف، بدي حابه تحكي لنا اكثر عن اجواء التحضيرات، كيف كانت التحضيرات؟ التحضيرات بلشت من اول ما عرفت انا طالع على او كنا لما عرفنا انه طالعين على الجبل، عرفنا تقريبا قبل 9 شهور 8 شهور. بلشنا طبعا التجهيزات، كيف بدنا نجمع المصاري بالبدايه. بعدين بلشنا التدريبات، كنا كل اسبوع نطلع هايك بمثلا سكاندينيفيان فورست بغابه وصف التل، نتدرب تدريب لنفسنا، التدريب طبعا البدني كان علينا احنا خلال الاسبوع. بعدين بلشنا تحضير للجير اللي بدنا ناخذها والاشياء اللي بنستعملها، الشناتي، الاواعي، البوات، هاي كل هالاشياء. طبعا بعدين بلشنا نعمل ايفنتس زي ما حكيت قبل شوي، رن سيف لايفز، البيك سيلز، هاي الاشياء كلها، لحد ما تقريبا معظمنا جمع المبلغ المطلوب قبل بوقت منيح. احنا سكرنا التارجت بشهر 1، كنا مبلشينه باول 12 او اخر 11، جمعنا المصاري وبلشنا
زي ما قلت التدريب لحد فترة الهايك نفسها اللي كانت تقريبا شهر 7. الصعوبة نفسها كانت بالسفرة نفسها، هي صح كانت تقريبا 6 أيام 5 أيام بس كانت متعبة فعلا. يعني احنا كل التدريب اللي تدربناه طول الوقت رح نتعب، رح يصير معاكم هيك، ما بنعرف ما بنحسه هذا غير واحنا على الجبل نفسه لما تجربوا لما نجرب هذا الشيء مع الادرينالين. الادرينالين والنفس اللي بيقل، الضغط طبعاً. اللي بيقل، بس بما انه الهدف بين عليكم فكنتوا تستمروا طبعا كل شوي نذكر حالنا نحس حالنا عم نتعب. كل واحد منا اكيد بمرحله كان حاسس انه ما رح يقدر يعملها، بنذكر حالنا لا احنا طالعين عشان بدنا نساعد، بدنا نعمل اللي بدنا نعمله. طب ضلنا حاطين ببالنا انه هذا اللي عم نحس فيه يدوب جزء صغير كثير ولا 5% من اللي بحسه مريض السرطان كل يوم. طبعا بس نتذكر هذا الاشي بترجع لنا القوة طبعا، ونرجع نضلنا ببالنا بدنا نعملها وعملناها. احنا متأكدين انه انتوا قدها. طيب سيد لؤي، احكي لنا كيف كانت تجربة الفريق الاول في العام الاول، واحكي لنا ايش التحديات اللي واجهتوها وكيف تخطيتوا هاي التحديات. يعني التجربة كانت ناجحة بكل المقاييس، من خلال جمع التبرعات أو من خلال الوصول إلى القمة. نحن الفريق كله وصل للقمة بحمد بسلام الله بسلام. هذا أهم شيء، هذا أهم شيء. لا safety is always number one. نحن هذا إشي ما بنغامر فيه. الانطباعات كانت كتير رائعة جدا. يعني إيش حققتوا بالعام الأول؟ العام الأول أنا بالنسبة لي حققنا الهدف إنه بدل ما نعالج طفل أو طفلتين مصابتين قدرنا نعالج أكثر، فجبنا بدل 100,000 $220,000 فقدرنا نعالج ناس أكثر، فهذا كان كتير الأشياء اللي حققت. والإشي الثاني زي ما قلت لك انتشر نوح الروح المحبة في المساعدة. يعني هاي نحن العام التالي عندنا فريق كامل، وهلأ في ناس بدهم يسجلوا للسنة الجاي وفي ناس مستعدين للي بعديها. حتى طريقة طرح النقاشات في المدرسة عندنا تغيرت، كيف صارت الأمور نعمل مثلا إيفنت اللي كان يجينا مثلا 200 صار يجينا 500 عليه، صار يجينا يعني حتى هاي الأمور زادت. يعني في تجاوب مع الناس، تجاوب الحمد لله. مع الناس والناس حبت الفكرة، وكل واحد بحب ابنه يكون في عنده روح المساعدة طبعاً. وروح تقديم الإشي، وبتعكس برضه على شخصيته انت بهذا العمر. عم تطلع شباب هدول تطلع بتتسلق جبل بهالعمر مش إشي سهل كمان. يعني لو اي قد عمرك اليوم؟ انا 18. السنه الماضيه كان 17. شوف قديش مبين عليه مسؤول وقد مبين عليه يعني شريف. السنه الماضيه شارك والسنة هاي راح يشارك. برافو عليك يا شريف. برافو. بدي أرجع عندك سيد لؤي، كيف تم التحضيرات للشباب والشابات باختصار هيك من وجهة نظرك وتجميع المبالغ؟ هلأ تجميع المبالغ في عندنا نحن أكثر من طريقة لتجميع المبالغ. أول إشي طريقة اللي هي نحن عملنا لهم بريزنتيشن للشباب تدربوا عليها، بيروحوا على شركات بيقدموا البروبوزل، بقعد مع مدير الشركه بقنعهم شو الهدف منها. هم اللي بيقعدوا، هم اللي بيقعدوا، احنا ما بنسوي شيء. احنا الهدف نرجع بنحكي الهدف الرئيسي انه هم اللي يعملوا مش نحن. فبيروحوا بيشتغلوا اجتماعات، باخذوا ابوينتمنتس وبقعدوا معهم وبحاولوا يقنعوهم. في شركات بتقول لهم لا، شركات بتقول لهم كمان الحال في الحياه الحقيقيه. صح. يعني طبعا واقعيه جدا، وبده يقنعهم ليش، لانه اصلا يعني في كثير من الشركات اوريدي هي داعمه لمركز الحسين للسرطان، ليش بدها تدعم من خلال هذه المبادره. فهنا دور الولد كيف يوصل هاي الرساله لهم ويقنعهم فيها. فهاي احدى الطرق. الطريقه الثانيه من خلال النشاطات المدرسيه اللي نعملها في المدرسه زي ما حكى رانت سيف لايفز بيكسل، ممكن في اكثر من شغله. والطريقه الثالثه اللي انا كثير بحبها وبحفظها هي الابتكار، كل واحد يبتكر طريقه في جمع التبرعات. فانا بذكر مثلا السنه الماضيه في ناس عملوا حصالات حطوها في بيوت اصحابهم، انه كل يوم الصبح بتفيق انت بصحتك حط 10 قروش، فكل يوم فيه بحط له 10 قروش. هاي ضريبه الصحه بتكون يعني وات ايفر ات از. فكل يوم انت عم بتجمع من هدول. في ناس عملوا كالندرز، باعوا كالندرز عملوها هيلثي كالندر صحيه. حلو. باعوها. في ناس عملوا اساور، في ناس السنه عملنا بازار قطع هيك بسيطه من مقات مكتوب عليها شغله. فكل واحد بيطلع بطريقه او بفكرة. يعني هون كمان نشكر دور الاهل اللي بيشوفوا هالشباب بيعملوا بهاي المساعدات وبيشجعوهم، يعني ما بتفصوا هذا الدعم اللي بيقدموه، فاكيد الاهل كمان لهم دور وشكر كبير 100%. وانا بثني على شكرك للاهل، لانه بدونهم اكيد ما من الاولاد ما بتشجعوا يسووا. مزبوط. صح صح. سيد لؤي بدي أتشكر وجودك معنا اليوم، يعني استمتعنا بالحوار معك، بدنا نتمنى لك كل النجاح. شكرا. وإحنا بنوعدكم إنه نضل معكم وندعمكم. يلا شكرا. شريف مش عارفة شو بدي أحكي لك. يعني برافو عليك وموفق عن جد فعلا. شكرا.